من على فيسبوك وعلى تويتر وعلى مواقع التواصل كلها متابعين حادثة الطفلة دانيا. دانيا البنت الصغيرة اللي ليها توأم كمان بنوتة أختها، كانت راكبة مع مامتها العربية وفي الطريق على الدائري بعد وصلت تدخل منها يمين على السخنة حصلت حادثة. لكن الحقيقة مش زي أي حادثة، هي حادثة هنا بتعبر عن استمرار غياب الضمير بشكل غير مسبوق. سواء نقل كبير قوي، عربية نقل كبيرة جاء خبط في العربية، والتفاصيل طبعا هنسمعها حالا، وخبط في العربية وده منظر عربية الأم وطفلتيها. بعد ما خبط ولأنه متعاطي للمخدرات وبالتالي الرياكشن أو سرعة البديهة أو حسن التصرف عنده 0%، أقل كمان من 0%. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه خاف، جاله بانيك لما شاف المنظر ده والعربية متفعصة قدامه، فعايز يرجع عشان يطلع يهرب بالعربية النقل، فراح فاعص تاني العربية، عربية الأم وبنتها في تريلا كانت مقررة توقف بالعرض على الدائري. في كم حاجة غلط هنا، في سواء نقل بيجري، في عربية تريلا قرر صاحبها انه يوقفها بالعرض على الدائري، في سواء نقل ماشي واخد مخدر لانه مطمن ان الموضة اللي جت في فترة الحقيقة اللي احنا قلنا عليها انه هيبقى في كمائن ولجان ونوقف السواقين ونعمل تحليل فوري للمخدرات ويلا برافو، حلوة الفكرة دي، برافو يا داخلية. واضح انه مش برافو ولا حاجه، واضح ان دي كانت موضه في فتره جمعنا بيها كاميرات الاعلام، نزلنا بيها عملنا حملات وتغطيه كل القنوات كل البرامج، فرحنا بالموضوع ومدحنا فيه وكان الله بالسر عليم، ومات الموضوع بعد كده. وهي دي النتيجه، الطفله دانيا توفاها الله، هي راحت لخالقها ربنا سبحانه وتعالى، أكيد هي في مكان أحسن بكتير قوي من الدنيا اللي احنا عايشين فيها، هي دلوقتي في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى اللي قوانينه كلها الحقيقة قوانين حازمة عادلة منصفة ناجزة، ما بتقعدش سنين عشان تحقق العدالة. كنا هنتصل بوالدة الطفلة وهي الحقيقة حالياً مصابة بكسور وفي المستشفى، هي وبنتها التانية التوأم أخت دانيا، ومعايا على الهاتف والد الطفلة دانيا الدكتور محمد عبد الرحمن. صباح الخير يا دكتور، والبقاء لله وحده. صباح النور يا فندم، بقاء لله، ربنا يخليك. ربنا يصبر قلوبكم يا رب. ومعلش أنا عايز أعرف، هل العربية اللي كانت زوجة حضرتك والبنات راكبينها، هل هي كانت مسرعة؟ ايه حكايه التريلا اللي كانت واقفه بعرض الطريق على الدائري دي؟ معلش اديني تفاصيل اكتر في الموضوع يا دكتور. هم كانوا راجعين من الطريق الدائري وداخلين يمين في الدخله اللي هي بتدخل على طريق العين السخنه. في وجود تريلا راكنه بالعرض بدون سبب واضح، فبدا السواق اللي كان سايق العربيه يهدي بالتدريج، فدخلت عربيه نقل قلاب من وراهم بسرعه عاليه جدا، خبطتهم اول خبطه، نطت العربيه، خبطت في العربيه اللي قطعت الطريق. بعدها طبعا ما فيش فرامل، وزي ما حضرتك قلتي طبعا كميه المخدرات والحاجات اللي موجوده، راح داخل فعص العربيه في النص بين، بقت مفعوصه بين العربيتين. لا ما اكتفاش بكده، العربيه بتاعتنا نزلت لغايه هنا. ثواني يا دكتور، لان انا الحقيقه كنت امبارح مع زوجة حضرتك، ربنا يا رب يصبر قلبها، مدام رباب المليجي ربنا يصبر قلبها ويربط على قلبها يا رب، وقلبك طبعا، وانا معاها امبارح على التليفون بالليل بكلمها، انا فهمت منها انه الخبطه الاولانيه دي مش هي اللي ادت لوفاه دانيا، دانيا كانت لسه عايشه لغايه الخبطه الاولانيه دي، مظبوط الكلام ده؟ بالظبط، لان الخبطه الاولانيه خبطت العربيه، في العربيه نطت، خبطت في العربيه الثانيه من قدام، فكان الخبطه كلها اولموست من قدام. لما خبط في الخبطه الثانيه ركب على العربيه من فوق ونزل القايم، خبط على راس دانيا وعمل حاجه اسمها فراكتشر بيز اللي هو كسر في عنق المخ، طبعا ادى لوفاه دانيا الله يرحمها. الخبطه الثانيه هي اللي عملت المأساه كلها. وبعدين بعد كده سحب العربيه، بدا يدي ريفرس او يرجع لورا، وسحب العربيه تحت عربيته لحد ما فكت من العربيه وطلع يجري.
ومش عايز اقول حاجه ان هم مسكوه في طريق مدق في طريق عين السخنه لما طلع بوكس الامن المركزي اللي كان راكن على اليمين جري وراه عشان حاولوا يجيبوه. بوكس الامن المركزي هو بوكس الامن المركزي هو اللي شافه وطلع تطوعا يجري وراه عشان يمسكه. بالظبط، لان هم في معسكر امن مركزي في المنطقه دي، فالولاد اللي واقفين حراسه هناك جمعوا بعض وطلع يجري وراه وبلغوا، هم اللي بلغوا النجده. يعني طبعا واتاخد على الاسم، عرفنا من هناك بقى يا فندم انه دمه واتعمل له تحليل دمه فيه مخدر. بالظبط. الحاله الصحيه ايه لزوجه حضرتك والبنتك الثانيه توأم دانيا؟ اسمها ايه يا فندم؟ اخت توأم دانيا اسمها ايه؟ هيا. الحاله الصحيه لهيا ووالدتها ايه يا فندم؟ والله يا فندم يعني طبعا حضرتك شايف منظر العربيه، هي يعني مش عايز اقول طبعا كم الاصابات والكسور والجروح في الرئه وكسور في الضلوع ونزيف وفي العين وفي الحوض كده. طبعا عمليات مختلفه لحد لما الامور استقرت، بدات الدنيا الحمد لله تستقر بفضل ونعمه من ربنا. حياه لسه ما تعرفش ان اختها يعني توفت، وعندنا طبعا حاجه متخيله منظر توأم عايشين حياتهم مع بعض صبح ظهر ليل. احنا عايشين في مأساة حقيقية يعني، بس هي المأساة الحقيقية مش في كده، المأساة في تكرار كده يعني. يمكن يعني احنا حاولنا او حضرتك فضلتي وعرضتي الصورة، احنا كل املنا فعلا ان يبقى في تواجد مروري محترم على الطريق التاني عشان ما يكررش الكلام ده لحد تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين، النقل في قوانين انا عارف موجودة اوريدي بتمنع ان هم يمشوا في فتره الصبحيه او فتره الظهيره، المفروض ان هم لهم مواعيد معينه. تعالى شوف يا فندم، احنا بنيجي هنا شغلنا في دريم في 6 اكتوبر، بنيجي بناخد الدائري اللي بيجي من وسط البلد واللي من مصر الجديده واللي من الرحاب واللي هنا وهنا، بنبقى في حدود من 6 ل 7 الصبح واخدين الطريق وجايين. احنا حضرتك في عربيات نقل بتعمل سبق جنبنا عادي يعني عادي جدا. انا امبارح رحت ازور بنت المدافن في العبور، وانا رايح حضرتك عربيه نقل خبط عربيه ملاكي مقلوبه على الطريق الدائري، وانا راجع حتى 3 عربيات خابطين في بعض والميكروباص هو اللي خبطه. احنا لحد امتى يعني هنفضل مستهترين يعني دم ولادنا كده؟ كنا السنه دي عام شباب وللاسف الشباب كله بيموت. يا رب يبقى في وقفه على الطرق الدائريه بجد، يبقى عليها تامين محترم. زرنا بلاد كتير قوي وشفت بلاد كتير قوي، مش حاجه اسمها مفيش طريق ما عليهوش عسكري، في حاجه اسمها دوريه راكبه بتقعد تلف على الطريق، لما تلاقي حاجه زي كده بتوقف العربيه. يا رب نقدر ناخد حكم كويس على الولد عشان يبقى عبره وعظه والناس تبتدي تتعظ شويه وتحس ان في رادع، عشان خاطر بس ما يتكررش لحد تاني المأساة اللي احنا فيها. الدكتور محمد، انا قريت بوست لمدام رباب كانت كاتباه بتترجى فيه انه يبقى فيه هاشتاجز تنتشر بشده، وبتقول انا مش عايزه حاجه غير انه بس ان شاء الله باذن الله حق بنتكم يرجع يا رب باذن الله، وانه باذن الله ما يحصلش ده تاني وما نفقدش مزيد من فلذات اكبادنا. كانت عامله هاشتاج ينزل على الشاشه دلوقتي واحنا من صباح دريم طبعا بندعمه جدا، منع سير النقل في اوقات الذروه، سير النقل في أوقات معينة، الكشف الطبي على سواقين النقل. دي هاشتاجز كلنا بنعمل لها شير على قد ما نقدر، لعل وعسى بإذن الله إن هي توصل، لعل وعسى نرجع تاني زي ما حصل فترة صغيرة أي ما لحقناش نفرح بيها الحقيقة، إن احنا نشوف على الدائري وعلى الطرق السريعة الهايويز اللجان اللي واقفة اللي بتعمل تحليل فوري للسواقين، لعل وعسى نرجع نشوف ده. لو كلمة عايز توجهها يا دكتور محمد دلوقتي وطبعا يعني مصابك أليم جدا، تقول ايه؟ يعني للاسف الشديد هوجه كلمه رئيس الجمهوريه، لان للاسف مفيش حاجه بتحصل الا لما هو بيضطر يتدخل. يا ريت شرطه المرور ترجع تقوم بدورها تاني وتحمي ولادنا وتحمينا من بلطجه الميكروباصات وعربيات التريلات والحاجات اللي بتحصل، وتنفيذ القانون في ان العربيات دي تمشي في مواعيدها اللي هي من 11 12 بالليل ل 5 الصبح. انا ماليش ده غير كده ومش عايز اكتر من كده. مش عايز اشوف ابن واحد صاحبي او ابن بنت واحد صاحبي يعيشوا المأساة اللي انا عشتها. حق بنتي قانون هيجيبولي وانا راضي بقضاء ربنا ويعني مؤمن باللجنة، بس فعلا مش عايز اعيش المأساة دي. دكتور محمد عبد الرحمن والد الطفلة دانيا و
ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم يا رب، وجعلها شفيع ليكم يوم القيامة بإذن الله، دخولكم الجنة إن شاء الله بدون حساب أو سابقة عذاب. المصاب كبير قوي، لأنه فكرة إن الأم تشوف بنتها قدامها، وإن الخبطة الأولانية ما موتتش البنت، وإن السواق ارتكب أكتر من جرم في لحظات، والخبطة التانية هي اللي حشرت البنت ودشدشتها وموتتها، صعبة. ربنا يا رب ما يكتبها على أي حد ويصبر قلب الأم. معلش يا دنيا، إن شاء الله تكوني في الجنة دلوقتي بتلعبي وفرحانة مع كل أطفال العالم اللي بيروحوا نتيجة حروب أو نتيجة فساد وإهمال، وسواقين نقل بيطلعوا على الدائري وهم واخدين مخدرات.